اوكي اكتيفيتي بوك بيج 32 اكسرسايز 1. اذا كتاب النشاط صفحه 32 اكسرسايز 1 التمرين رقم 1. ميك سنتنسز، شكل جمله. يوز ذا ويردز ان براكتس، استخدم الكلمات في الاقواس. اي A tourist stopped to ask me for directions. سائح سأل توقف to ask me ليسألني for directions عن الاتجاهات. He فراغ lose his map. هو بدنا نقول lose his map يعني ضيع خريطته. بدنا نقول هو فقد خريطته أو ضيع خريطته. بس هو بدنا نستخدم الماضي التام حتى لو ما استخدم إيش، حتى لو ما ذكر شو الظروف. يعني هون بس بدنا نحط هاد والتصريف الثالث للفعل. طبعا اللوز هذا فعل شاذ تصريفه لوز لوست لوست. اوكي مين بيحل لنا الجمله هلا؟ يس كامل تفضل. نقول هي هاد لوست. تمام اذا هي هاد لوست، هو ضيع هيز ماب خريطته. اكسلنت احسنت. طيب الجمله الثانيه، حسين هاد استومك، حسين كان لديه ألم في المعدة. هي فراغ eat too many sweets. هي eat هو يأكل، بنقول تناول too many sweets يعني حلويات كثيرة جدا، حلوى كثيرة جدا. اوكي شو نقول هلا نحن هون؟ يس ادهم تفضل. هاد ايتر. اكسلنت احسنت. اذا هي هاد ايتن، he had eaten too many sweets. طبعا تصريف الفعل eat يأكل، eat ate eaten. اوكي الفيرب 3 من eat يأكل he had eaten. بنحط طبعا الماضي التام مثل ما قلنا subject و had و verb 3. he had eaten too many sweets، اذا هو تناول حلويات او حلوى كثيرة جدا. اوكي المثال او الجملة الثالثة، they weren't home when I rang them. They weren't home. هم لم يكونوا في المنزل when I rang them عندما اتصلت بهم. They فراغ already go out. هم مسبقا خرجوا. Go out يعني نصرف فعل go يذهب. نقول هم مسبقا ذهبوا أو خرجوا. طيب تفضل يا أستاذ. هاد أرجلي going. Excellent. أحسنت. إذا هاد already gun. had already gun. تصريف الفعل go يذهب، بالتصريف الثالث يصير gun. had already gun. نعم هذا فعل شاذ. اذا had already gun، هم مسبقا ذهبوا او خرجوا. اوكي نمبر 4، سؤال او الجمله الرابعه، our team lost the match. فريقنا خسر المباراه. we فراغ not practice enough. نحن لم نتدرب enough كفاية. شو بنقول نحن هلا؟ هذا فعل نظامي، براكتس فعل نظامي. صفا تفضلي. استاذ did not practice. عم استاذ لا هون ما عندنا ماضي بسيط، نحن ما عندنا بنستخدم ماضي بسيط هون. طيب ما في مشكلة. يس يمنى تفضلي. hadn't practice يعني منضيف لدي ولا ما منضيف ولا شو منضيف للفعل؟ لا استاذ بنضيف دي. تمام منضيف دي فعل نظامي، نقول فعل نظامي hadn't practiced منضيف له دي او اي دي. اذا ما بينتهى بالاي منضيف اي دي، واذا بينتهى بالاي منضيف فقط دي. اذا هون فقط دي hadn't practiced. طبعا نحن عم نقول فريقنا خسر المباراة، شو السبب؟ We hadn't practiced، نحن لم نتدرب كفاية. يعني بالأول نحن ما تدربنا وبالتالي نحن فقدنا المباراة. أوكي خسرنا المباراة. الحدث الأقدم أنه لم نتدرب. أوكي هذا الباست بيرفكت الماضي التام. أوكي طيب الجملة الخامسة والأخيرة، When we went to the restaurant، عندما ذهبنا إلى المطعم. We realized نحن أدركنا that it فراغ closed down. نحن أدركنا بأنه قد أغلق. أوكي أغلق المطعم أغلق يعني. يس يس تفضل إسراء. says it had closed فعل نظامي أيضا. أحسنت إذا excellent. We realized that it had closed down.
Okay, we realized, نحن أدركنا that it had closed down بأنه قد أغلق. نعم.